إذن الأبواب عندنا أربع أبواب. أول شيء الغلو في الصالحين هو سبب الكفر قديما وحديثا. كيف؟ أول شرك حدث في الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، ماذا صنعوا؟ صنعوا أشياء هي في الحقيقة بدعة، لكن معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. القصد صحيح لكن الطريق خطأ. الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية ما هي؟ محبة الصالحين. الوسيلة قال صوروا تماثيلهم وعكفوا على قبورهم وطال عليهم الأمل فعبدوهم من دون الله. كيف نحب الصالحين؟ وصل، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يجلس نائم في الدرس متكئ يلعب في التليفون ولا يدري عن شيء حتى ينتهي الدرس. إذا انتهى الدرس قال وين الشيخ؟ ماذا تريد؟ قال أحب الشيخ، أريد أقبل رأس الشيخ. ذاب. محبة الصالحين ليست بالتقبيل. يعني هذا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله وأمد في عمري على طاعته، يعني هل هو جاء الآن ويدرس درس يومي ودرس كتب السنة من أجل أن تقبل رأسه؟ لا. تدعو للغداء والعشاء؟ لا. إيش يريد منك؟ تأخذ العلم، تتعلم، تعمل، تدعو، تذب عنه، تدعو له في ظهر الغيب. صح، هذه المحبة الحقيقية. أما المحبة بالقيام وبتقبيل الأيدي والأرجل هذه ليست